حاله كحال كثيرين غيره من الشباب العراقي، يأس سيف داود من إيجاد فرصة جيدة للعيش في بلاده، فقرر أن يرحل مغلقاً متجره بعدما باع بضاعته بثمن قليل في سبيل اللحاق بركب السفر إلى الخارج. أنا مهندس يعني تعين ماكو، يعني اضطريت أن أفتح هذا المحل يعني هنا، والسوق يعني هسه حاليا كلش تعبان، يعني الدنمر بيه كلش تعبان، فقررنا انا وعائلتي يعني، وهذا حال كل الشباب يعني، اي انه نطلع من البلد. يتشابه شباب بغداد مع غيرهم في مدن اخرى، يحاول اهلها الفرار من بطش داعش او طاحونة الازمات الاقتصادية والسياسية، حتى وان لم يحالفهم الحظ من المرة الاولى. مصطفى العيداني قرر تكرار محاولة السفر للمرة الثالثة في الشهر ذاته. نسبة البطالة بالبصرة صارت تقريبا 60% وأكثر، بالمقابل محافظة نام على آبار أو بحيرات من النفط. الشعب العراقي أكيد هذا الهاجس اللي يتولد بداخله مغادرة البلد والحصول على عيش رغيد في بلدان أوروبا وأي بلدان أخرى. أنا من ضمن الشباب طبعا اللي سعيت بالهروب خارج البلد أكثر من محاولة وفشلت. سياسات الهجرة الأوروبية الأخيرة دعمت فكرة طلب اللجوء خارج البلاد لدى كثيرين، رحلة يبدأونها من مدينة إزمير التركية ومنها إلى اليونان بوابتهم للاتحاد الأوروبي، ما زاد الإقبال على الخطوط التركية التي ارتفعت أسعار تذاكرها بشكل غير مسبوق. الخطوط الجوية العراقية مانعة الذهاب وان واي فقط للمواطن العراقي إلا إذا كان مقيم، أما الخطوط الجوية التركية وان واي عندها مسموح عادي، مقيم أو مو مقيم وان واي مسموح في سبيل أن نزيد أرباحها. سعر التذكرة يوصل حوالي فوق ال $900، $1000، $1500، والمواطنين ما يهتمون، يحجزون حتى لو ب $2000 في سبيل يوصل وينجو من هاي الوضع. محاولات فرار لم يوقفها حادث مقتل الشاب أمير ذي 17 عاما، هذا الشاب الذي منعه رصاص الشرطة اليونانية من الوصول إلى هدفه ألمانيا. والمئات من عوائل البصرة وشباب البصرة هم باتجاه يعني باتجاه امير، وامير مو يعني ما يعتبرون هسه توقفت الهجره، بالعكس هسه جاي نخابر اكثر، يعني خابرونا بالفيسبوك اكثر من 100 مصدر بانه ترى ورا مقتل امير، هاي ورا مقتل امير الحدود انفتحت والعقبات معظمها ذللت. ووفقا لارقام الامم المتحده، غادر العراق اكثر من 50,000 في الاشهر الثلاثه الماضيه في حركه نزوح جماعيه تزامنت مع اشتعال الأوضاع سياسياً وميدانياً، فيما ينتظر من بقي منهم هناك نتائج حقيقية لمحاولات الإصلاح الداخلي.